بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل إن شاء الله دورة إعداد مهندس تنفيذ. هنبدأ في سلسلة من الدورة، اتكلمنا على تنفيذ القواعد، هنتكلم إن شاء الله في سلسلة محاضرات عن تصميم تنفيذ الأعمدة، هنبدأ إن شاء الله بالنجارة. المحاضرة الأولى هنتكلم على النجارة، نجارة الأعمدة. قبل ما نتكلم على النجارة عايزين نبص الأول على بعض الأجزاء في الكود المصري بخصوص الشدات. بالأول الشدات دي أساسا في الأول هي بيكون لها ديزاين تصميم عادي جدا، بيكون لها تصميم بيتعمل لازم تتصمم لو أنت شغال في منشأ كبير ولا حاجة، أو شغال حسب المواصفات بتقول لك لازم يكون في ديزاين موجود، بيتعمل لها ديزاين وبيتقدم أكنك بتصمم سقف بالظبط. أي ديزاين في الدنيا طالما أنا جبت الأحمال اللي بتأثر على المنشأ، طالما جبت الاحمال اقدر اجيب الاستريننج اكشن اللي موجوده، ومن ثم ابدا اطلع قطاعات اللي انا محتاجها. نفس الكلام لو انت عايز تصمم الشدات الخشبيه او الشدات المعدنيه، بتشوف اللي بيأثر ايه على الشده، الاحمال اللي بتأثر على الشده، ومن ثم اقدر احدد القطاعات اللي موجوده والمسافات ما بينهم. يعني انا مثلا لو عندي سقف، السقف ده شايل ايه؟ شايل الشده الخشبيه بتكون شايله وزن الخرسانه، وشايله وزن العمال اللي موجودين فيه، والمعدات اللي انا هستخدمها، البراويطه اللي ماشيه وهكذا. كذلك الامدان اللي بيأثر على الاعمده، الوزن اللي جاي على الاعمده عباره عن مثلث خرسانه، عامل زي مثلث السويل كده، مثلث ضغط خرسانه بيأثر على الاعمده. يعني هي في الاول والاخر لا ديزاين. لو انت بتصمم كوبري لازم يكون في ديزاين للشدات. في مهندسين مخصوص شغلهم في الشركات الكبيره شغلهم بس فورم وورك، شدات بس. ان شاء الله لما نخلص او نقطع جزء كبير من الدوره ان شاء الله ممكن نعمل محاضرات عن تصميم الشدات. هو الموضوع سهل ما فيش فيه ادنى مشكله. هو هنا بس احنا عايزين نبص على كذا نقطه اللي هو قالهم. بيقول لك ان في الشدات والركائز لازم أن تكون متزنه عشان احافظ على العنصر الخرساني او العنصر الانشائي في المكان بتاعه. يعني ايه احافظ على الاتزان بتاع العنصر؟ المحافظه على اتزان العنصر اللي انا امسك العنصر بتاعي، اي عنصر عندي امسكه في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. يعني انا لو عندي عمود امسك العمود ده في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي عشان لا يتحرك في اكس ولا يتحرك في اتجاه واي، يبقى انا مسكت العنصر بتاعي ما اتحركش مني، يبقى انا كده عملت اتزان. لو انا عندي شده خشبيه، شده سقف، نفس الكلام بعمل لها اتزان وهكذا. يبقى دي حاجه اسمها اتزان موجود عندنا. لما اجي اطبق الاتزان ده على الاعمده مثلا، العمود ده عرق او لوح لا تزانه راسي في اتجاه اكس، ولوح تاني زي ما احنا شايفين لوح تاني جاي عليه ايه؟ عليه افقي. يبقى لوح جاي راسي ولوح جاي افقي. اللي الواح ديت او العروق او البرندات بنسميها البرندات، البرندات ديت بتعمل ايه؟ بتعمل اتزان، بتعمل اتزان للعنصر اللي انا هصبه، العنصر الخرساني اللي انا هشتغل عليه. يبقى البرندات ديت عامله اتزان. يبقى دي اول نقطه، ان الشده لازم تحقق الاتزان. النقطه رقم اتنين بيقول لك ان تكون الفرم متينه ومحكمه لمنع تسرب من الخليط الخرسان. يبقى ما اجي اعمل شده، لما اجي اعمل شده ما تكونش فيها فواصل. يعني ايه فواصل؟ يعني ان اللوح كلها ما تكونش، تكون مثلا للوح عندي للوح لا تزانه لازق فيه تاني اللوح اللي تزانه، مش ما فيش منهم خلوص. يعني اللوح ايه؟ لحمه في بعضها. لان ساعات بتيجي تشوف تلاقي النجار شغال بمزاجه او متكيف كده وعمال يرص لوح وخلاص، بيشد سقف عمال يرص لوح وخلاص، وزي ما تيجي يا عم تيجي وهكذا. يبقى انا حافظ على ان الالواح كلها تكون مع بعضها، لازقه في بعضها، موجوده مع بعضها. لو في كام ملي فاصل، كام ملي بينهم وبين بعض، ده عادي مفيش فيها مشكله. هتروح مع الرش، لما ارش الشده، لما ارش الشده الفواصل ده هتلم على بعضها. بس لازم في الاول والاخر يكون الكلام ده مشحوط. يعني انا مثلا لما كنا بنتكلم في الاواعد، في نجاره الاواعد، قلنا ان احنا عندنا الواح لا تزانه بنسميها اللي الواح بجمعها مع بعضها عن طريق عرضه. العرضه ديت قلنا المفروض تكون شحطه العروق مع بعضها. العرضه مش مجرد تجميع للالواح، لكن هي تجميع للالواح ماشي، ولكن ايضا بشحط بيها الايه؟ الالواح مع بعضها عشان ما كونش فاصل ما بين الالواح وبعضها، اللبان يبدا يخرج منها، اللبان هيخرج منها، يعني هيعمل تسويس في الخرسانه اللي موجوده عندي. ساعات في نقطه تانية، ساعات مثلا بتلاقي الواح، اللي الواح ذات نفسها طاير منها حته، اللوح
تلاقي اللوح طاير منه حته، ممكن تلاقي لوح بالشكل ده طاير منه جزء. فلما يجي بقى يقفل معاه، يجي يقفل معاه اللوح اللي جنبه، هتلاقي ايه؟ هيتكون فاصل. تمام، كون ايه؟ كون حته فاضيه كده، هيبدا يخرج منها اللباني. هو هيبدا يعمل ايه بقى في حاجه زي ديت؟ هيبدا يحط ورق، يجيب شكاره اسمنت ويحطها، يجيب لك حته خشب، يجيب لك حته ابلكاش مثلا او حته اي حاجه، ويبدا يحط لك ايه؟ يحطها مكان ايه؟ الفتحه دي. لكن انت المفروض بتشتغل حاجه كويسه عشان بعد كده ما تاثرش على بند التشطيبات اللي جايه بعد كده زي البياض، ما تقعدش تنظف السقف وتعمل القصص دي. يبقى انت ايه اللوح بتاعتك يا عم حاج سليمه وكويسه؟ اللوح فيه لوح بتكون مسوسه اساسا خلقه، يعني اللوح بتكون جايه النجار او المقاول مشغل اللوح ديت معاه 100,000 مره اشتغلت معاه، فتلاقي اللوح ما عادش فيها امل اساسا، اللوح كلها مهريه. يبقى اللوح تكون الشده تكون اللي الواح تكون متينه بحيث ان هي تقدر تتحمل، بالذات في الاسقف، يعني بالذات في الاسقف اللي الواح القديمه والكلام ده ما ينفعش. ما تجيبليش لوح قديم انت اشتغلت بيه 100 مره وتيجي تشغله معايا، هتلاقي السقف مسوس وكل حاجه بالبلان يعني. يبقى الواح تكون ما فيش فيها فواصل، لما اجي ابص على العمود ما الاقيش العمود زي ما نشوف بعد كده، ما الاقيش العمود منور، ملاقيش العمود منور. ويبدا اللباني وانا مشغل الهزاز واللباني يقدر يفضل يخرج من العمود، خصوصا موضوع التسرب ده بيحصل في السقف اكتر من العمدان، لان العمدان مثلا لو في فواصل هو ايه؟ بنجيب في التهويه بنجيب قمط، والقمط ديت زي ما يكون بتعمل شحط للجنب مع بعضه كله، فممكن الفواصل تقل. اما السقف ما فيش الكلام ده، السقف هو بيعمل ايه؟ بيحط عنده التطبيق اللي اسمها الحمالات وخلافه، بيبدا هو العرقات والحمالات، هو بيبدا يرص الالواح وخلاص، بيبدا يرص ويمسمر، يرص الواح ويمسمر، مفيش ادنى مشكله. فممكن ده نقطه التسرب دي بقى، او اللباني ده ممكن بقى تحصل من النقطه دي، لانه ما عندوش ايه؟ ما عندوش وسيله شحط، ما عندوش وسيله شحط زي العمدان. العمدان شحطها بايه؟ شحطها عن طريق القمط اللي هنشوفها، فهو ايه؟ لمت على بعضها، حتى لو مفتوحه هتلم على بعضها. اما السقف زي ما قلنا هو بيقعد يرص الواح مع بعضها، فلازم انت تكون مركز في حاجه زي ديت عشان اللباني. بعد كده النقطه رقم ثلاثه، موضوع الفورم لما تتحط في الشمس وتتعرض للشمس فتره طويله بيحصل فيها لوحه، ان اللوح بيحصل بدل ما هو راسي او يعني مثلا افقي او راسي في الاتجاه اي اتجاه، المفروض الخط ده مثلا الجنب ده المفروض يكون عادل كده، فانت لو جيت حطيت عليه ميزان ميه مش هتلاقي عادل، هتلاقي عامل زي ما يكون فيه تكريشه، مكرش او محدب او مقعر، على حسب محدب من مكان ومقعر من مكان، نتيجه ايه؟ العرضه للشمس، يعني ايه حصل فيه لوحه مش هتلاقي عادل. المفروض يبقى ده خط، الخط ده او الحرف بتاع اللوح الخشب يكون عدل من اول نقطه لاخر نقطه. انت لو جيت ومسكت اللوح مسكته في ايدك وبصيت عليه كده لمحته بطرف عينك، هتلاقي ان اللوح ده اهو في الجنب ده فيه ايه؟ مايل منك. المفروض يبقى على خط واحد، انت لما تحطه على طرف عينك وتبص عليه هتلاقي خط عدل، لو انت بصيت عليه مش هتلاقي عدل. يبقى لازم الشدات، وبرضه ما تخليش الشدات عرضه للشمس، يعني الخشب برضه ما يبقاش مرمي طول الليل ونهار وكل في كل اللي يقعد بالشهور مرمي في الشمس، هيتأثر بالحاجات دي كلها. احنا عارفين ان الخشب ظاهرة التمدد وظاهرة الانكماش وخلافه. النقطة الثانية، النقطة الرابعة دي مهمة بقى ايضا، تربيط الركاز وخاصة الاوايم بحيث لا تؤثر عليها الصدمات الافقية اللي جاية من حركة العمال او المعدات اللي انت بتستخدمها، سواء كانت البراوتات او الكلام ده. احنا عندنا دي الصدمات ديت او اللي تشوك زي الكباري مثلا، لما تكون بنصمم كوبري بتكون انت عندك مثلا لاترال تشوك، العربيه لما تفرمل بتعمل تشوك في الاتجاه الثاني او صدمه، وكذلك السقف بيكون عليه الحاجه دي لما الباروته ماشيه بتبقى وفي حركه شمال ويمين وبتاع، فانت بتكون قوه زي ما يكون بتكون قوه افقيه زي الرياح والزلازل. الفورسز دي لازم ايضا تقاوم، الفورسز دي هقاوم الفورس اللي هي زي ما قلنا الرياح والزلازل او القوه الناتجه عن الصدمه، قوه الصدمه الافقيه، القوه ديت سواء كانت صدمه
او الصدم ده جاي من حركه العمال، او القوه اللي جايه عن ضغط الايه الرياح والزلازل او الرياح واهتزازات مثلا نتيجه الاهتزازات انت ما تكون بتصب، حتى لو خصوصا لو بتصب بالخلاطه النحله بتكون انت عامل شده للخلاطه، وتلاقي الباكه دي فيها حركه واهتزازات، العربيات عماله ترمي الخلاطه بترمي، والناس عمال راحه جايه وبتتحرك على السقف، فبتعمل فورس. الفورس ديت لازم اقاومها، الفورس ديت لازم اقاوم الفورس دي. بنقاومها احنا في الستيل، في الستيل مثلا لو انا عندي في منشا ستيل، مصنع ستيل، كنا بناخد حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها بريسنج. البريسنج ديت عشان تقاوم بها الحركه الافقيه اللي موجوده عندك، سواء كانت حمل الرياح بيكون عندك هوريزونتال بريسنج وفيرتيكال بريسنج، بتقاوم بها القوه الافقيه. طب انا عندي هنا في الشده الخشبيه نفس الكلام، انا عندي بريسنج برضو، بس البريسنج هنا احنا بنسميها نهايز، نهايز حاجه زي دي، ده شكله ده اسمه نهيز، بيكون على زاوية 45 درجة، نهايز. نهايز ديت عشان تقاوم القوى الأفقية جاية منين، من حركة العمال، سواء كانت صدم أو حرق اهتزازات جاية من حركة العمال، فهي النهايز ديت هتقاوم. ممكن أطبق عليها شروط الستيل، اللي أنا ممكن أخد الصف الأولاني والصف الأخير، الصف الأول باكية، أول باكية من أول للآخر. يعني انا لو عندي السقف مثلا ممكن اخد الباكه دي من اول للاخر كده، والباكه دي من اول للاخر، دي باكه ودي باكه، ده كلها متقسمه بواكي. ممكن اخد الايه البريسنج في الباكه دي والبريسنج في الباكه ديت، زي الستيل ممكن اطبق عليها مبدا الستيل، يبقى بقاوم ايضا ايه الاهتزازات اللي موجوده عندي. النقطه رقم 5 دي خاصه بالاسقف، اللي انت ما تحطش السقف، هنا بيقول لك الاوايم تكون على الارض ثابته عشان تقاوم، ما احطش الايه الاوايم او العروق بتاعت اللي شايله السقف اساسا، ما اروحش احطها على تربه طينيه على الطين او احطها على رمل، هتغرز مني، يبقى ده خاص بالسقف. دي مجموعه النقاط اللي كنا عايزين بعض الايه النقط من الكود اللي بنتكلم فيها عن الشدات. نتكلم بقى على الاعمده، خاصة بقى عايزين نتكلم عن عمود، علشان تنفذ عمود رقم واحد ايه اللي بيحصل؟ النجار بيجي على كل عمود، بيجي على كل عمود ويعمل ايه؟ ويعمل اربع عروق، العر الثاني الثالث الرابع، يعني كل عمود من الاعمده بيجي يعمل الفيلم ده، عمود عرق الثاني الثالث الرابع او مربيع عمود، يبقى العروق دي كل عمود، وبعدين هذه العروق همسكها مع بعضها، ما انا مش هسيب العروق في الهواء، العروق ديت همسكها مع بعضها عن طريق حاجه اسمها برندات، دي اسمها برندات. برندات بتكون على ارتفاع 1.80 متر او 2 متر، بحيث اللي هي تتيح الحركه، لان احنا لسه هننزل نستلم، احنا في الجزء ده هننزل نستلم، هنمشي تحته، النجار والحداد ماشيين تحت القصه دي كلها، يبقى لازم تكون بارتفاع 2 متر او 1.80 متر، بحيث اللي احنا نقدر نتحرك داخل الشده، نقدر نتحرك داخل الشده اللي موجوده عندنا. يبقى انا حطيت اول حاجه، حطيت اربع عروق، الاربع عروق هبدا امسكهم بحاجه اسمها برندات. البرندات ده زي ما قلنا عشان تمسك الشده في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي، يبقى دي النجار ده اول خطوه بيعملها، حط عروقه وبرنداته، هو بيجي يمسك اول عرق كده بيمسكه، بيكون معاه اللي هو المساعد بتاعه او نجار تاني ماسك واحد من هنا، ماسك اللوح ده، اللوح اللي تزانه ده، العرق ده، هو بيقوم جاي بمسمار باللوح اللي بالعرق ده، يبقى هو كده مسك العرقين، ويقعد بقى هو طول ما هو ماشي عمال يمسمر فين، ويروح عند العمود التاني وايه ويمسمر، ويبدا يشغل معاه له ايه النجار المساعد بتاعه او نجار تاني، ويبداوا شغالين يمسكوا لك مين القصه دي. بيمسك بقى السقف كله يطرقعه الفيلم ده، يبقى هو مسك السقف، خلص القصه دي كلها، خلص، يروح بقى اللي يكون النجار عنده نظر بقى. ليه؟ لان انا العمدان دي، العمود ده والعمود ده، وفي عمود بعده وكذا، العمدان العكس واحد دي يكون بنظره كده ايه العروق اللي هو بيرصها تكون على خط واحد، يعني يراعي ان الاعمده اللي هو بيرصها العروق اللي هو بيرصها يراعي اللي هي تكون على خط واحد، علشان ايه يكون التربيط سهل، ما يكونش مايل منه ولا حاجه، والاتزان بتاعها يزيد اكتر، يبقى دي خطوه رقم واحد. كل عمود حواليه اربع عروق، ادي 1 2 3 4،
بعدين العروق ديت بيمسكها بحاجه اسمها براندات بتكون على ارتفاع متر 80 او 2 متر، بيمسك العروق بعضها، بتشتغل بتعمل اتزان للعرق في اتجاه الاكس واتجاه الواي، هتلاقي ايه براندات جاف اكس وبراندات جاف فوي. بالمناسبه دي اسمها الشده المصريه، في شده تاني اسمها الشده السوريه هنعرفها ان شاء الله، اما دي الشده اسمها الشده المصريه. يبقى دي خطوه واحد عروق، براندات رقم اتنين. رقم ثلاثه بيربط العروق من تحت برضه بنفس الكلام اللي هي العرق ده والعرق ده، الحته اللي اتزانه دي والحته اللي اتزانه دي، دي ودي بيربطهم مع بعض. ايه بيربط العروق مع بعضها من تحت، الحته دي العرق ده اهو اللي الموس عليه والعرق اللي قباله اللي الموس عليه. يبقى كده انا عملت ايه؟ عملت شبكه الايه؟ شبكه التسليح بتاع شبكه النجاره بتاعتي. لو بصينا لها بلان، دي زي بلان كده مثلا، خلاص لو نلاحظ هتلاقي كل عمود من العمدان عليه اربع عروق، اي عمود تمسكه هتلاقي اربع من اربع عروق. ادي عرق، لو مسكنا العمود ده ادي عرق الثاني الثالث الرابع اللي هو عند اللوحه العروق اللي راسي عليه ده. وبعدين كل عمدان، ما هتلاقي العمدان بعد كده متربطه بايه؟ ببراندات. يعني الاربع عروق متربطين كل، لو تلاحظ هتلاقي ده مثلا لو خدنا الاكس ده هتلاقي اكس صف عمدان صف براندات من الاول للاخر، العروق كلها متمسكه ببعضها. وبعدين من تحت زي ما قلنا الحتتين اللي اتزانا اللي مع تحت رابطين العرقين من تحت. ده شكل بلان لمين؟ للسقف، لشكل العمدان. ده اول خطوه بيعملها. بعد كده هيعمل ايه؟ بعد كده هيبدا يشد اكسات، هيبدا يشد الاكسات بتاعته. احنا قلنا قبل كده احنا دلوقتي بنتكلم على اعتبار اللي احنا بنتكلم في الدور الارضي او الدور اللي طالع من الاساسات لسه، سواء كان بدروم او ارضي. لان انت عندك الخنزيره، احنا قلنا الخنزيره مكمله معاك اساسات وعمدان، لما تعمل الابدان خلاص بقى الخنزيره خلصت كده، ده دورها خلص. لان الاعمده بقى اللي في الدور اللي فوق المتكرر مثلا او اعمده الادوار المتكرره هيكون طريقه ثانيه الخنزيره، هنعمل الخنزيره بطريقه ثانيه، مش هنعمل لها خنزيره برضو. يعني الخنزيره ده هي الريفرنس او الجايد بتاعي، الريفرنس او الجايد بتاعي هنعملها برضو بس بشكل ثاني، الخنزيره في الادوار المتكرره. يبقى الخنزيره مكمله معايا في كل مين؟ في كل الادوار اللي عندنا. الخنزيره اللي احنا اشتغلنا عليها الاساسات هي نفس الخنزيره اللي هنشتغل عليها الاعمده، ودي نقطه مهمه جدا جدا ان انا مشغل الخنزيره في كل حاجه عندي. يبقى احنا عملنا القصه، اول خطوتين اول خطوه عملناها هيبدا الراجل عنده الخنزيره هيبدا يشد عليها الاكسات اللي موجوده، ومن خلال الاكسات ابدا اوقع الاعمده اللي احنا بنقول عليها تحويطه وخلافه. لو نبص مثلا على الفيديو البسيط ده، ده بيوضح شبكه الاعمده، شبكه النجاره اللي موجوده اتكلمنا عليها. كل عمود بيكون عليه اربع عروق موجوده، ده عرق التاني وفي عرقين الناحيه التانيه موجودين بالشكل ده. ده الشكل بتاعها من اسفل. هتلاقي الفيلم كله بيتكرر، القصة بتتكرر في كله. وادي الاربع عروق اللي يكتفى، يعني مثلا هو مسكهم من فوق زي ما قلنا بالبرندات، هو مسكهم من تحت نفس القصه بيه بالاربع الواحد دول لا تزال اللي مسكهم، يكفي اتنين بس، يكفي اتنين بس. يعني يكفي اتنين لان الاتنين دول اللي هي ماسكه الحطه، ماسكه الحط ماسك اسف العروق، وفي نفس الوقت انا ايه همسمر الحطه في اللوح ده اهو واللوح اللي قباله. مش شرط ان انا اعمل اربع عروق، كفايه لوحين اتنين بس امسمر فيهم الحطه بتاعتي. هو عامل اربع عروق عادي ما فيش فيها ادنى مشكله، يبقى انا عندي يكفي اتنين بس، يبقى انا ماسكها من تحت ومن فوق. زي ما قلنا ده الشكل العام بتاعها، كل عمود عليه الاربع عروق، هتلاقي كل ده بيتكرر. لو بصينا على النهايز، النهايز عشان قلنا الحركه، حركه الصدمه وحركه الرياح وخلافه اللي هي قوه افقيه، هتلاقي ايه؟ عامل في الصف الاولاني نهايز في الصف الاولاني اللي هي بالشكل ده، واخد الباكيه من اولها لاخرها. نفس الكلام هتلاقي الباكيه اللي قبالها اخر باكيه هتلاقي واخد صف نهايز. يعني تقريبا واضحه الدنيا. بعد كده هعمل ايه؟ هبدا اوقع الاعمده، هبدا بعمل حاجه اسمها حطه. ما الحطه؟ الحطه من اسمها تحويطه، الحطه تحويطه، بحوط على العمود بتاعي.
او نعرفها بتعريف احسن، عباره عن ايه؟ عباره عن تحديد مكان العمود. الحطه هي تحديد لمكان هذا العمود. يبقى انا لما اقول للنجار حطت، يبقى انا بقول له حدد، وكاني بقول له حدد لي مكان العمود فين يا عم الحاج. يبقى الحطه هي تحديد مكان العمود. نفس القصه اللي احنا شغالين عليها من الاول للاخر. يعني احنا بنتكلم دلوقتي، بنتكلم في سيناريو احنا اتكلمنا فيه قبل كده، يعني من غير اي حاجه انت تقدر، لو انا اديتك مثلا لوحه امدان المفروض تنزل تنفذها ازاي؟ انت عندك، لو لما جينا نتكلم في الاول خالص قلنا اي بعد عندي بقيسه بنسبه للاجساد، اي بعد عندي بنسبه للاجساد، تمام؟ يبقى انا طالما شديت اجساد اقدر اوقع اي عنصر سواء القواعد او الامدان. احنا لما اتكلمنا عن القواعد قلنا ايه؟ بقيس المسافه من نقطه تقاطع الاجساد لحد اول القاعده، بقيس المسافه من اول تقاطع الاجساد لحد ما اجيب القاعده، يبقى بقيس المسافه لحد ما اجيب مين؟ لحد ما اجيب القواعد اللي موجوده عندي، المسافه من الاكس، تمام؟ نفس الكلام هعمله في الامدان. ولما جينا نحطط الامدان في مرحله القواعد عملنا ايه؟ قسنا المسافه، قسنا المسافة من الاكس الوش العمود، وبعدين طرحنا الكفر الخرساني 2 سم ونص، طرحنا كفر خرساني 2 سم ونص، جبنا مين؟ يعني انا عندي الاكس مربوط على 6، كان عندي 6 سم، طرحت 2 سم 2.5 سم 2.5 سم كفر بقى عندي كام؟ بقى عندي 3.5. قست من تقاطع الاجساد 3 سم ونص، قلت هو ده ايه؟ بداية العمود بتاعي، وقست جميع الابعاد، حددت مكان العمود بتاعه، وعملت له حطة، وقلت للحداد سقط لي الاشاير في هذه الحطة. نفس الكلام هعمله هنا، نفس الكلام هعمله هنا. هشوف المسافة، انا معايا لوحة المحاور والاعمدة. انا قلت بعد ما خلصنا المرحلة الاولانية اللي هي مرحلة العروق اللي عملها الاربع عروق، وبعدين بدأ يعمل حط الاربع عروق ومسكهم من فوق ومسكهم من تحت، هبدأ اقول له شد الاجساد بتاعتك، هيبدأ يشد الاجساد بتاعته، هيبدأ يشد الاجساد ويبدأ يوقع الحطة، او يوقع، احنا قلنا الحطة هي توقيع العمود، يعني مثلا بحدد مكان العمود، يبقى كني ما بقول له حط، هو هيوقع مكان العمود. هعمل ايه؟ هشوف العمود بيبعد من الاكس مسافه كام، واشوف العمود في ايه؟ في الاتجاهات كلها. هجيب لوحه المحاور والاعمده، المفروض طبعا اللوحه دي لسه ناقصه اساسا، يعني لسه ما كملتش. هجيب المسافه، هو بيكون مديني المسافه دي، المسافه من 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 ركن، هو ساعات بيكون في لوح مديك المسافات كلها من الاكس، من كل من الاكس لحد العمود، من هنا الاول العمود ومن الاكس لحد اخر العمود في كل الاتجاهات. انا ايه عادي، انا اللي انا محتاجه كله نقطتين اتنين، يحدد لي ركن عمود بس. يبقى انا اللي انا محتاجه يحدد لي ركن عمود اللي هو ده، يديني الركن ده بس وانا ابدا اشتغل بعد كده. يبقى هو يحدد لي الركن ده ازاي؟ هيقول لي انت عندك المسافه من الاكس ده هو لحد الركن ده كام، وهيديني المسافة من الأكس اللي هو الأفقي لحد الركن ده كام، وخلاص على كده وأنا أبدأ أشتغل. العمود ده 13 في مسافة من الأكس، لأن هو عمود، العمود ده 35 سنتي، المسافة دي 13 سنتي من الأكس ده 13 سنتي، وده 13 سنتي، العمود ده كان 35. ببص على لو هو اداني الأبعاد كده، دي 13، دي 13 من هنا، وده 13 من هنا. لو معايا الكاد هبدأ أحسب من الكاد، لو معايا لوحة المحاور والأعمدة مش معايا كاد، هرجع للوحة المحاور والأعمدة اللي موجودة عندي، أشوف العمود اللي أنا واقف عليه أبعاده كام، أنا كنت واقف على عمود عين اتنين، هاجي على الجدول أشوف عين اتنين كام، لقيت إن عين اتنين بيقول لي إن العمود ده 35 في 50 سنتي، 35 في 50 من الجدول بتاع الأعمدة. هعمل إيه هنا؟ أنا هاجي على العمود بقى ال 35 في 50 ده أهو، هو قال لي إن المسافة من هنا من الوش العمود، من وش العمود لحد الأكس 13، أقدر أنا أجيب المسافة الباقية 13 من 50، يعني 37 سنتي. لو انا قست المسافه هتلاقيها 37 سنتي، المسافه من الاكس
38 سنتي، ده كده بقى واحد. المهم ده المفروض ده 37 سنتي. ده 23، يبقى ده 6 3، هو 5. بدي نقول 12، نقول يبقى المسافة دي 12، يبقى العمود ده مربوط على 12 و12، يعني 12 و12. بلاش مين؟ ال 33 دي، ال 13 دي، لأن هو تقريبا الدايمنشن بتاعته مش مظبوطة. المهم نخلي دي 13 سنتي، دي هتبقى 13 سنتي. في أوامر بتتغير طبعا الدايمنشن ديت. المهم ده 13 وده 38 و12 و23. هعمل ايه بعد كده؟ نمسح بس، خلاص احنا نعرف بس الابعاد عشان نبدا نشتغل عليها. يبقى انا عرفت ده 12 38 12 23. اولا هعمل ايه؟ طالما احنا قلنا حددنا المسافه من الاكسات، هبدا ايه؟ احدد النجار. هل بعد ما حددت المسافه، بعد ما حددت المسافة، أنا قلت مسافة كام؟ 13 سنتي، 12 سنتي آسف. هل أجي من الوش العمود هنا واخد وقيس 13 سنتي من الأكس، وقيس 13 سنتي، وأجي من الأكس التاني، وأجي من الأكس التاني واخد 12 سنتي، 12 سنتي من هنا، يبقى أنا كده وأروح هناك، وأروح هناك على اللوحة واقول للنجار شد لي الاكسات، واقول للنجار شد لي اكسات، واجي هو شد الاكسات كده، واقول له اسفل 13 سنتي 12 سنتي. هل بتتعمل كده؟ يبقى هل كده ولا مش كده؟ انت بتقول لي المفروض بقيس مسافات من الاكس واشتغل، بقيس مسافات من الاكس واشتغل، صح الكلام؟ يعني انا لو عندي الاكس ده بالاكس ده مثلا على 12 اللي هو الخط بالخط الاحمر ده اهو، واكس تاني اهو، يعني انت بتقول لي ده 12 وده 38. هل انا بقى اقول للنجار انا شدد الاكسات اللي هي الخطوط الحمراء دي اكسات؟ هل هو يبقى احنا عملنا المرحله الاولى، انا اخش المرحله الثانيه شد الاكسات، هل اشد اكس واقيس من الاكس، واقيس من الاكس مسافه 12 سنتي، اسف مسافه ايوه مسافه 12 سنتي، واحط الحطه ولا ايه؟ الاجابه لا. ليه مش لا مش مش هحط الحطه ليه؟ تعال بقى نبص على دي، على الرسمة، على الشكل. فين الشكل؟ الشكل ده ايه اللي في الشكل ده؟ ده عبارة عن الحطة، ده حطة اسمها بنسميها حطة سفلية، لأن في واحدة علوية بعد كده. ايه اللي أنت ملاحظه؟ ده التطبيق، ده تجليد العمود، ده تجليد العمود. ايه اللي أنت ملاحظه؟ إن ده الحطة، التجليد قدام الحطة، التجليد قدام الحطة مش ورا الحطة، التجليد قدام الحط. معنى الكلام ده ايه؟ لو انا مشيت على الحسبه اللي انا قلتها، اللي انا هاخد من سنتر العمود 12 سنتي واقول للنجار وقع لي 12 سنتي، يبقى انا كده باكل من العمود 2 سنتي ونص اللي هو تخنت العمود، يبقى انا كده باكل من عمود 2 سنتي، باكل من عمود 2 سنتي. واضحه؟ زي ما قلنا ان الحطه، ان الحطه فين؟ هنا ورا التطبيق، جوه الحطه. يبقى انا معنى كده لازم انا ايه؟ لازم انا اخد في اعتباري عشان احط الحطه بتاعتي، اخد في اعتباري تخنت مين؟ تخنت الخشب. احنا عندنا الخشب اللي تزانة تخنته 2 سم ونص. يبقى معنى كده لما اجي اقول للنجار وقع، لما اجي اوقع الحطه، لما اجي اوقع الحطه مش هتبقى 12 سم، مش هتبقى 12 سم وكام؟ مش هتبقى 12 سم، لا ده انا هاخد كمان اكني باخد اوفسيت كام؟ بوينت 2 سنت ونص. يبقى انا خدت اوفسيت 2 سنت ونص. يبقى اذا جميع الابعاد اللي عندي، جميع الابعاد اللي عندي اللي انا قستها، جميع الابعاد اللي قستها هزود عليها 2 سنت ونص. يبقى اذا المسافه من السنتر، من السنتر لوش العمود كام؟ 12 سم. مش هقول لي بقى النجار وقع 12 سم، لا ده انا هقول له 12 سم و2 سم ونص تخنت الخشب، يبقى كام؟ 14 سم ونص. يبقى انا هكتب كده عندي في اللوحه 14 سم ونص المسافه، التطبيق 14 سم، الحطه 14 سم ونص، الناحيه الثانيه كانت 38 و2 ونص، يبقى كام؟ 40 سم ونص. يبقى انا هاجي اقول للنجار وقع لي قيس لي مسافه من الاكس، قيس لي مسافه من الاكس كام؟
12 و12 و2 ونص يبقى كام؟ 14 سم ونص. يبقى انا هقيس مسافه 2 سم ونص، 2 سم ونص، واحط الحطه دي اللي هي دي اسمها بقى الحطه. دي بقى اسمها الحطه. هي دي الحته الخشبه دي اللي اتزنق، دي اسمها حطه. دي مع دي مع الثانيه اللي هيجوا بيبقى اربع عروق كده، اربع تلوح لتزانه اللي هم في الشكل ظاهره في الشكل دي، اللي هي الحته دي مع دي مع دي مع دي، الاربعه دول هم عاملين حاجه اسمها حطه. يبقى انا بقى هزود على كل بعد من وش من الاكس لحد وش العمود هزود 2 سم. يبقى اي بعد احسبه 2 سم ونص. يبقى انا هاجي ده 12 سم، يبقى انا اقيس كام؟ مسافه 14 سم ونص، واحط مين؟ واحط ايه؟ النجار هيجي هنا ويقوم جاي حاطط مسمار، هيحط مسمار على اللوح الخشب اللي هو ده اهو اللي عليه خط النقطه الصفراء ده او النقطه السوداء ديت، الجزء الحته دي هيقوم جاي مثلا ده مسمار على يمين على الحط على اللوح الحته اللي تحت دي، ده يبقى ايه مكان الحطه بتاعته، ويقوم جاي حاطط مين؟ حاطط لوح الخشب ده. ده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه الحطه. حدد مين الحطه. الناحيه الثانيه احنا قلنا كام؟ 38 سم، واجمع عليها 2 سم ونص، يبقى 38 و2 ونص 40 سم ونص. هيجي من التقاطع الاجساد او من وش الاكس من اي مكان عنده هو بقى، من اي مكان من الاكس، ويقوم جاي قاس كام؟ 2 سم ونص 40 سم ونص، يبقى ده الاكس، هيقوم جاي قاس 40 سم ونص تمام كده، وايه؟ وحاطط الحطه الثانيه اللي هي دي بالشكل ده. تمام كده. يبقى انا عملت ايه؟ عندي اكسات اللي احنا قلنا عليها الخطوط الحمراء، وبعدين اعمل ايه؟ خد المسافه من الاكس، دق مسمار هنا، يدق مسمار هنا بقى، جاب وش الحطه، بدق مسمار هنا اللي هو على وش الحطه، وابدا احط الحطه بتاعتي، ادق مسمار هنا وجبت. يبقى انا كده عملت ايه؟ حددت مين؟ حددت بعدين العمود. وكذلك بالنسبه للاتجاه الثاني احنا قلنا كام؟ 12 سم و24. هقيس نفس القصه، كان عندنا 12 سم، كان عندنا 12 سم، واجمع عليهم 2 يبقى 2 ونص، يبقى 14 سم ونص. والناحيه الثانيه كان 23 سم و2 يبقى 25 ونص. يبقى هقيس من الاكس نفس الكلام 14 سم ونص و 25 سم ونص، واحط مين؟ وادق مسمار للنجار، هيبدا يحط مين؟ هيحط جاي حاطط لك ايه؟ الحطه الثانيه كده، الضلع ده، وهيجي الناحيه الثانيه ويحط لك الضلع مين؟ الضلع الرابع. يبقى كده هو عمل ايه؟ كده هو حط لك مكان الحطه. قال لك والله يا باشمهندس هو ده مكان العمود اللي عندك في اللوحه. يبقى انا كده حددت مكان العمود اللي موجود عندي في اللوحه. حددت مكان العمود زي ما هو في اللوحه بالنسبه مطابق للاجساد. يبقى الدنيا كلها انا بحرك الدنيا كلها، وعشان تمشي صح وما تغلطش نهائي بالاجساد. كل شغلك على الاجساد. كل حاجة تتخيلها ماشي على الأجساد، لأن الأجساد هي النقطة المرجعية اللي موجودة عندي، ده الريفرنس لاين بتاعي، ده الريفرنس اللي أنا ماشي عليه، مشيت عليه الأواعد، مشيت عليه أشاري الأعمدة، التحطيط، وإحنا قلنا أهمية التحطيط اللي موجود عندنا، أهمية التحطيط، لأن لو في مشكلة في التحطيط اللي من تحت أساساً، لو في مشكلة عندي في التحطيط، إيه اللي هيحصل؟ لو في مشكلة في التحطيط، خلي بالك زي دي كده. نفس المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها، ايه اللي حصل هنا؟ المفروض الكفر ده، يعني دي مشكلة موقعية فعلا، دي مشكلة موقعية، وهنتكلم إن شاء الله على جملة مشاكل بتحصل، إيه المشكلة الأولانية هنا؟ لو تلاحظ أنت المفروض هتلاقي إن الكفر من هنا، الأشاير أولا، الباشا ما حطش كانة، عشان أحافظ على ترتيب الأشاير، احنا قلنا يفضل كانة بعيون. لكن مش شرط تعمل كنبه عيون، ممكن اعمل يا عم حط اي كانه، حتى كانه مستطيل، حتى من غير اي حاجه، المهم ايه؟ تحط كانه تحفظ الاشاير ما تتحركش من بعضها. لو تلاحظ هنا في الصوره الاشاير ضمت على بعضها نتيجه ايه؟ مفيش ربط الاشاير ومفيش بسكوت، فالاشاير جمت ضمت على بعضها. فتلاحظ هنا مثلا في رسمه زي ديت ايه المشكله هنا؟ تشوف انت المشكله المسافه من هنا من السيخ لحد محطه، دي بقى الحطط بتاعه الحد الجنب ده والجنب ده، هي دي الحطه بتاعتي. لو تشوف المسافه من اول السيخ لحد هنا كام، ولسه طبعا احط اللوحه الرأسيه التطبيق او التجليد، طب شوف المسافه من السيخ لحد وش الحطه، لما احط السيخ، لما احط اللوح اللي تزانه هنا، هل في هنا بقى كفر؟ هنا في السيخ ده بقى عنده كفر خرساني؟ الاجابه صفر. لا. طب هاجي لما اجي احط بسكوت بعد كده هعمل ايه؟ هتلاقي السيخ ده ظاهر لك فين؟
في العمود، يا اما بقى ايه عايز ترحل العمود ترحله، تزق للتطبيق سنه بحيث ان انت تمشي نفسك. لو انت عايز تضحك بقى على، بس لو معاك استشاري مش هتعرف تضحك عليه، اما انت لو عايز تضحك على نفسك الحطه ده اهي حركها 2 سم والدنيا مشيت وخلاص تمام كده. يبقى اذا كل المشاكل بتكون مترتبه على بعضها، دي مشكله. المشكله ايه؟ ما حطش كانت اللي احنا اتكلمنا عليها، قلنا لما في تحطيط الامدام من الاول، من اول القواعد احنا ركزنا جدا على موضوع القواعد، وحطت القواعد صح واستلمها عمود واستلمها قاعده بقاعده. يبقى انا بستلم قاعده بقاعده وبعد اشاري الاعمده. الكلام ده زي ما قلنا في التخطيط، ان انا بتكلم دلوقتي على موضوع القواعد، يعني انا بتكلم على اشاير طالعه من القواعد. اتكلمنا عن تخطيط القواعد وقلنا امسك عمود عمود وعد الاسياخ اللي فيه، بمسك الاكس اكس واحد اخد جميع العمدان اللي على اكس واحد، اكس اتنين جميع العمدان اللي على اكس اتنين، واعد جميع الاشاير اللي جوه السيخ، اعد الاشاير اللي جوه السيخ واستلمها عمود بعمود عمود عمود، ما سيبش عمود، واتاكد من الكنات واتاكد من ضرب العمود، ممكن يكون النجار غير ضربه والحداد غير ضربه ولا حاجه، واستلم التحطيط بتاعي اتاكد فعلا من الحط. احنا قلنا بنشد الاكسات وبنخلي النجار يعمل لنا حطه، الحطه ديت بتكون حطه حديد، يفضل ليها تكون احلى حاجه حطه حديد. وقلنا لو انا عندي عمود مربوط على 6 بطرح منه 2 سم الكفر، ما باخدش 6 سم بطرح منه 2 سم 2 سم ونص الكفر، 2 سم ونص كفر يبقى العمود 6 يبقى 3 سم ونص، باخد من الاكس 3 سم ونص، يبقى هو ديت مين؟ حد الحطه بتاعي، حد الحطه بتاعي في القواعد او نعمل، قلنا نعمل كانه ويفضل حطه بحيث ان هي تبقى ايه ماسكه الاشاير افضل، ما تتحركش لا شمال ولا يمين مني، وتظبط الحطه فالاشاير تطلع معاك سليمه من الاول، لا راح شمال لا راح شمال ولا راح يمين. وبعد كده تحط مين؟ بعد كده تحط الكانه فالاشاير ما تضمش على بعضها، الاشاير ما يحصلش ضم لبعضها. يبقى انت كده طلعت العمود بتاعك عمود صح من الاول، طلع صح من الاول، هتبدا تشتغل على العمود بعد كده في المراحل القادمه، هتيجي تحطط بقى التخطيط بقى بتاع الامدان، بقى لما تيجي تشغل على الامدان هتيجي تحطط الامدان هتلاقي طالع الكفر معاك طالع بالمقاس زي ما الكتاب بيقول، حطيت اللوح اللتزانه بتاعك هتلاقي نفسك فاضل لك كفر 2 سم او 2 سم ونص الكفر بتاعك، هتلاقي شال الحديد مرتبه ومنظمه واخده التقسيط بتاعها زي ما نتكلم في الحداده، واخده التقسيط بتاعها صح، تقسيط مثلا 10 سم بين مسافه من الاسياخ، هتلاقي التقسيط بتاعك طلع التقسيط صح. يبقى انت ما تشتغل صح من اول خطوه، بعد كده تلاقي نفسك شغال ان شاء الله صح. نرجع تاني للموضوع، يبقى احنا قلنا ان شاء الله هنتكلم على المشاكل، احنا دلوقتي بنتكلم على التحديد. حطيت انت الموضوع سهل زي ما قلنا، المرحله الاولانيه حطينا الاربع عروق وبعدين حط وبعدين مسكهم من فوق ببرندات وبعدين عملنا نهايز وبعدين حطينا اللوح اللتزانه ده واللوح اللتزانه ده اللي لوحده ماسكه العروق وفي نفس الوقت همسمر عليها الحطب بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده النجار بدا يشد الاكسات بتاعته. ساعات خلي بالك النجار يقول لك ايه، انا هشد الاكس على وش العمود، هياخد مثلا الاكس على وش العمود او ياخد الاكس اكس حطه الاكس. ساعات في بعض نجارين بتاخد الاكس اكس حطه، يعني الاكس مثلا هنا على 6 سم يوم جاي واخد الاكس ايه زي مثلا زي دي كده، ياخد الاكس ايه على وش العمود اكس حطه، يعني يعمل ايه؟ يوم جاي واخد من الاكس، احنا قلنا المسافه دي كام؟ 12 سم، يوم جاي واخد 12 سم و2 ونص يبقى كام؟ 14 سم ونص. يوم جاي واخد مسافه، ياخد من المسمار، انت دايما مسامير للاكسات، يوم جاي واخد مسافه من المسمار ايه 14 سم ونص، بحيث ايه يبقى الحطط كلها عنده على صف واحد، يبقى الخيط اللي شده شده ايه على الحطه، الخيط اللي شده شده على الحطه. والله يا باشا المفروض انت شغلك كله على اكسات، مفيش حاجه اسمها يرحله على الحطه، ده حتى هو اسمه اكس اكسات يا راجل، مش اسمه اكس عمود، الاكس اكس عمود مش اكس حطه تمام كده. يبقى احنا عملنا حطه مين؟ عملنا الحطه دي، ونفس الكلام الاتجاه الثاني هتلاقي ايه هيحط الحطه بتاعته في الاتجاه الثاني، اتجاه الثاني زي ده كده، يبقى حط دي ويبدا يحط الحطه الثانيه ويبدا ايه يجلد العمود بتاعه، ويبدا يجلد العمود. قبل ما يجلد الاول بنعمل حطه بقى، الحطه العلويه ده الحطه السفليه، هنعمل حطه اسمها حطه علويه عشان احكم بقى العمود، عشان احكم العمود انا حكمته من تحت عايز احكمه من فوق. طب احكمه من فوق ازاي؟ عن طريق حطه اسمها حطه علويه. الحطه العلويه طالما انت ظبطت السفليه صح،
هيبدا يستخدم ايه؟ يطلع الحته السفليه ده اهي، الحته السفليه ديت هيبدا يطلعها فوق، هيطلع الحته فوق، هطلع له الاكسات؟ لا مش هطلع الاكسات، ده انا اللي ايه؟ هسقط الحته ده اهي، وكاننا مثلا شغالين في اتجاه زد، الحته ده هي هطلعها فوق، هطلعها فوق ازاي؟ عن طريق ميزان اسمه ميزان الخيط، ده اسمه ميزان الخيط، ميزان الخيط ده عباره عن ايه؟ عباره عن تقل اللي هو ده اهو، حته حديد كده تقل حديد، وعباره عن عصفوره، وعباره عن خيط شغول. يبقى خيط العصفوره اخت ايه القصه؟ ان الخيط الشغول المسافه ما بين الخيط لوش العصفوره هي المسافه ما بين الخيط لايه؟ للمحيط مين؟ لمحيط التقل. يبقى المسافه دي المسافه دي والمسافه دي المسافه دي، يعني انا لو عايز اشيك على اي راسيه حاجه اشيك عليه باستغلالا لمين؟ استغلالا للايه؟ زي ما اتكلمنا قبل كده عن ميزان الخيط، استغلالا ان المسافه دي بتساوي المسافه دي، يبقى انا اقدر اشيك على اي راسيه اي حاجه سواء كانت عمود او بياض او مبنى او اي حاجه، اشيك على الراسيه بتاعتها استغلالا المسافه دي بتساوي المسافه دي. خلي بالك العصفوره دي ساعات بتكون خشب، ساعات بتكون حديد، ساعات بتكون المونيا، ساعات بتكون بلاستيك او اي حاجه. قبل ما تستخدم ميزان الخيط تشيك على ان احنا قلنا المسافه من الخيط لحد هنا هي المسافه من الخيط لحد هنا، تمام؟ اشيك ان المسافه ده ان الخط ده النقطه ده تسقط على مين؟ على النقطه دي. يعني المفروض الاثنين الوجه الخارجي ده يكون ملامس للوجه الخارجي ده. يعني انا هاخد الحطه ده العصفوره واحطها فين هنا؟ ما ده خيط كله موصل لبعضه. احط الايه؟ بالشكل ده، هتكون بالشكل ده كده. واحط ايدي عليهم بحيث ان يكونوا راكبين على بعض، ما يكونش العصفوره الصغيره او كبيره عن مين؟ عن الحطه. ساعات بتكون صغيره حصل فيها بقى ايه؟ من كتر الشغل مثلا ولا حاجه العصفوره اتنحلت ولا حاجه قلت شويه، فتلاقي ايه؟ مش هتديك حاجه مظبوطه. فانا بشيك ان المسافه ما بين العصفوره هي المسافه ايه؟ العصفوره الاثنين طابقين على بعض. الاثنين طابقين على بعض. زي مثلا الشريط، ما تقيس بشريط حداد او نجار. الشريط القياس العادي بتاعنا ال 5 متر ده او ال 20 متر. تحاول تكون معاك شريطك الخاص، لان في ممكن تلاقي ان شريط النجار قصص منه حته وايه ومشغله. يعني مثلا ايه هو 5 متر، الشرائط الصغيره ال 5 متر دي ممكن اول مترين كويسين ويجي لك ايه في المتر الثالث ويقوم قطع منه متر، يبقى انت تلاقي المتر الواحد، المتر الثاني، قطع المتر الرابع، الثالث وملحمين في بعض، فتلاقي الشريط ال 5 متر ب 4 متر ويقيس لك بناء على ايه؟ على الكلام ده، او يزوده لك او ينقص، بس الغالب بيكون منقصين لو عايز ايه ياكل منك حاجه ولا بتاع عاملها غلط فايه؟ او بالذات في بتوع الجسات بيعملوا الحركه دي. في بتوع الجسات احنا قلنا في مواسير بتنزل والمفروض اقيس المواسير، ممكن بقى هو ايه؟ يديك يعمل لك شريط مثلا 10 متر 5 متر يعملوا لك 4 متر ولا بتاع. انت تيجي تقيس بقى وحاجات غريبه كده بتتعمل، يطول لك الشريط او يوصل لك الشريط بناء على المشكله اللي عنده. في الجسات ممكن يطول لك الشريط او ايه هنا ممكن يوصل لك الشريط وهكذا. يبقى خلي بالك من الشريط وخلي بالك من الميزان ده. احنا قلنا الاعتماد كله ان المسافه دي هي المسافه دي، هيبدا يطلع الحطه دي فوق، الحطه اللي فوق يبدا يطلعها تحت، هيبدا يطلع النجار هيطلع هيقف فوق ويبدا يسقط التقل ده بحيث ان هو يخلي الحطه اللي تحت ماشيه مع الحطه اللي فوق. خلي بالك ده الحطه السفليه، دي الحته دي الحطه السفليه. هو عامل ايه؟ هو ماسك الخيط، ماسك الخيط وبيحركه فوق، ماسك العصفوره وبيحركها فوق. لما التقل ده يلامس، التقل ده يلامس الحطه السفليه، لما يكون ملامس الحطه السفليه يبقى هو ده مكان الحطه اللي فوق، هو ده مكان الحطة اللي فوق. هو الحطة اللي هو فوق عامة، يعني ايه القصة؟ ان فوق اللي هي احنا عندي ايه مثلا الحطة دي كده، وفي القوايم البرندات اللي فوق، بيبدأ يحرك البرندة دي على البرندة ماشي، بيبدأ يحرك يمشي 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 لحد ايه ما تظبط معاه، لحد ما يجي ايه ان الشريط ان التقل بقى ملامس الحطة السفلية. ان شاء الله هنشوف في الاستلامات بقى ايه موضوع الحطه والكلام ده. بس هو بيسقط الحطه العلويه ازاي؟ الحطه السفليه بيطلعها فوق ازاي؟ بيجي هو زي ما قلنا على البراندات، على البرانده دي، ويقعد ماشي بمين؟ ويمشي بالعصفوره، هو معاه عصفوره، يعني ده الحطه السفليه اهي، ده مثلا الحطه السفليه وعايز يطلعها فوق،
هيجي على البراند ويقعد ماشي يتحرك شمال ويمين لحد ما ايه ما يلامس معاه، لما 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 التقل يلامس الحطه السفليه يوم جاي معلم بالمسمار كده ويقول لك يبقى هو ده مكان الحطه العلويه، وهكذا يقعد يكرر الايه الموضوع ده على 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 على, 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 على الاربع تجنيه، الجنب ده والجنب ده والجنب ده، يبقى هو الحطه السفليه بيطلعها عن طريق الميزان الخيط، بيقعد يحرك الميزان، بيقعد يحرك الميزان شمال ويمين شمال ويمين لحد ما الاثنين ايه بالشكل ده يلامسوا بعض. هو معاه فوق ايه معاه العصفوره فوق، بيقعد يحركها على البرنده بحيث لما تظبط معاه لما يبص وتبصص تحت، يبقى النجار هو بيعمل القصه دي، انت بتنزل تستلم منه بس. بتنزل تستلم منه ازاي؟ اللي هو بيحط لك العصفوره، هو خلاص حط الحطه لوحده مع نفسه بقى، هو حط الحطه وانت ايه وانت هتنزل ايه عشان تستلم بقى التحطيط بتاعه، هتحط الحوا يحط لك العصفوره الحطه العلويه ويقعد يحرك، وبحيث ان الاثنين هو بيقعد يحرك مع نفسه لما يكون هو بيشتغل، لما يجي يسلمك بقى بيكون الحطه تتحطط، فهو يحط لك العصفوره على الحطه ايه العلويه ان انت تشوفها كمهندس، لا ايه تشوفها طبعا السفليه، انت بتكون استلمت السفليه 100%، يعني انت في الاول بتستلم منه السفليه، السفليه مظبوطه تبدا تستلم منه العلويه. يعني المفروض بقى زي ما احنا شغلنا الاولاني بقى شغل المرحله، شغل المرحله بيقول لك ايه اللي انت بتستلم ايه مراحل، يبقى هو لما يعمل الحطه السفليه استلمت السفليه منه، استلم السفليه على المحاور اللي احنا قلنا عليها على المسافات، هتقيس المسافه دي لو هو على الشغل المرحلي، يبقى انا هنزل استلم منه المسافه من الاكس ال 13 ال 14 سم ونص اللي احنا قلناهم، ظبطت انت استلمت منه الحطط السفليه، هو يبدا بقى يشغلك ايه يشتغلك في الحطه التحطيطات العلويه، يطبق الحطتين مع بعض زي ما قلنا، بيقعد يحرك الزومبا والكلام ده. خلي بالك بقى النقطه الاخيره، وفي نقطتين بصراحه بس ايه النقطه الاهم، ان خلي بالك من ميزان الزومبا، ميزان للاسف الخيط بيعمل ايه؟ شايف انت العصفوره ده اهي؟ لما انت بقى انت استلمت منه السفليه على اكسات ومظبط نفسك عليها، هيجي بقى في العلويه هو بقى يكون متعلق فوق بقى احنا البتاع، النجار قاعد لك فوق على عند الحطه العلويه ومسقط لك التوب. خلي بالك احنا قلنا احنا بنستغلين المسافه من هنا لحد هنا، هي المسافه من هنا لحد هنا، النجار بيكون ماسك العصفوره بايده فوق ومنزل لك التوب، خلي بالك ممكن يلعب لك في العصفوره، يحط صبعه المفروض العصفوره دي راكبه على العرق مثلا، العرق مثلا ده العصفوره تكون ملامسه للعرق، هو ممكن ما يعملش كده، هيعمل ايه؟ يقوم جاي حاطط لك صبعه بين العصفوره وبين العرق، لو هي ايه؟ لو هي خابطه في الحطه اللي تحت جامد فهو عايز يبعدها عن الحطه، فايه يقوم جاي ايه؟ محرك لك حاطط لك صبعه ما بين العصفوره، فانت تلاقيها مظبوطه، هو حاطط لك صبعه اساسا مش نازل نزول حر، يبقى حاطط صبعه، او ممكن تلاقيه بيميل لك في العصفوره ويرفع لك في العصفوره والكلام ده عشان يظبط لك مين؟ يظبط الاثنين يركبوا على بعض، فانت عينك على الحطه، عينك اسف على العصفوره، عامة يعني في اي ميزان خيط زي ما قلنا قبل كده، اي ميزان خيط عينك على العصفوره، عينك على العصفوره، لازم أن تكون النجار العصفوره ملامسه للعنصر اللي انت بتقيسه. النجار تلاقيه حاطط ايده بيلعب فيها، تلاقيه بيلعب فيها والكلام ده عشان تظبط معاه، فانت عينك على عصفوره، يبقى انت بتبصص على التقل وبصص على العصفوره، تشوف العصفوره هل هي مظبوطه ظابطه ولا لا، بيلعب فيها ومعلقها ولا المفروض يكون ماسكها بثلاث صوابع كده، العصفوره المفروض يكون ماسكها بثلاث صوابع. الثلاث صوابع ايه؟ الكبير والاثنين اللي جنبه السبابه ده ولا بتاع الابهام والسبابه والوسطى. ماشي، يكون ماسكها بالثلاث صوابع دول بس. وما يقعدش يلعب فيها انت، يبقى انت خلي بالك من نقطه اللي هو يلعب لك في دي، يبقى انت اشتغلت وقعت الحطه السفليه وبعدين استلمت الحطه السفليه بناء على ايه؟ بناء على المحاور الموجوده، انا شديت محاور وابتديت اقيس المسافات اللي موجوده زي ما هي في اللوحه، وابتديت اطلع الحطه العلويه، طلعناها العلويه طلعناها فوق، يبقى كده انا خلصت الحطه العلويه السفليه، هيبدا بقى ان شاء الله يجلد وبعدين نبدا نشتغل في الحداده ان شاء الله، نكمل المحاضره القادمه.